والكرة للمنطقة الأمامية. ينقل اللعب إلى الأمام، أبعد الكرة واستغلوا الفرصة وأصبحت في المرمى. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. التسلل، لمسة سيئة في وقت غير مناسب لكنها في الوقت الأمثل بالنسبة للدفاع، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه، والكرة ملعوبة إلى الأمام. تدخل مش شرعي والخطأ موجود. جميل من التمريرات، كرة على الأطراف، بكل حماس يلعب كرة بالرأس، أوصل الكرة إلى المنطقة بشكل جيد لكن اللمسة الأخيرة لم تكن جيدة. الأمام بسرعة، الكرة للأمام، قد تكون هذه فرصته، يلعبها بينية أرضية ويضعها في المرمى. يتقدمون بخطى سريعة نحو إنهاء المباراة بأريحية بالتأكيد. كانت اللمسة الأخيرة رائعة. انطلقت الصافرة
إلى الخلف، كرة طولية إلى الأمام، تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة، يلعبها بينية أرضية، تعرض للشد وحصل على ركلة حرة. والآن الكرة ملعوبة للأمام. محمد صلاح، كرة طولية من الحارس، يلعب كرة بينية، عرقلة تستوجب احتساب المخالفة، ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. هناك بعض الأخطاء التي يمكن للمشاهدين تقديرها عندما يحاول اللاعب افتكاك الكرة، لكنه يخطأ في التوقيت، وهذا الخطأ كان غير ضروري بالمرة. جناح، مرت البينية ووصلت إليه، تصدي رائع من الحارس، تصرف رائع منه هناك، هذا تصدي مدهش للكرة. عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ بصراحة كان في الإمكان أفضل بكثير مما كان. هذه كرات لا تسمن ولا تغني من جوع، على اللاعبين التركيز والاستفادة من مثل هذه الكرات. يا له من تفاهم جميل، كرة واعدة على اليسار، هل سينطلق ويكمل المشوار؟ كرة على الرواق، يمنع الخطورة ويقطع الكرة، الدقة مطلوبة في تنفيذ الكرة. سبب أي إزعاج للحارس، رغم الرقابة المحكمة نجح في التوغل نحو المرمى، لكن الفرصة لم تكتمل. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ توزيعها إلى الأمام، استخلاص ناجح، تدخل ممتاز وسليم بدون أخطاء. يمد قدمه ويقطع الكرة. تدرج ممتاز بالكرة في عملية واعدة. صافرة نهاية الشوط الأول. إذا ما نجح الفريق الخاسر في تذليل الفارق في وقت مبكر سيكون قادر على قلب الطاولة، لكن الحرص كل الحرص من هدف آخر في شباكه، سيكون هذا الهدف هو رصاصة الرحمة، ولن يفكر وقتها الخاسر إلا في حفظ ماء الوجه وعدم تقبل المزيد من الأهداف. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية.
افتكاك مميز خلصهم من الخطر. وضربة حرة. نرى بوضوح مشاعر القلق على اللاعبين المصطفين حول زميلهم الواقع على الأرض. في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. أمام الفريق شوط كامل تقريبا لتعويض فارق الهدفين. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يبحث عن زميله. لم تصله الكرة ولربما كان الأمر يكون مغاير. ويلجأ إلى التصويب من مسافة بعيدة. كان على وشك استغلال ذلك الخطأ. كرة تونية إلى الأمام. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعبها طولية. عمل راية على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية. والمخالفة موجودة. من الخلف. ممتازة على الرواق الأيمن. هذه عملية واعدة. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. ينطلق إلى منطقة الجزاء. أنا أعرف أن هذا اللاعب لا يكل ولا يمل. ستأتي اللحظة التي ينجح فيها في المرور والعبور. يلعب تمريرة مرفوعة. حصلوا على رمي التماس. يبدو أن هنالك تبديل سيجرى الآن حيث أرى أحد اللاعبين يقف بجوار خط التماس. فاصل من التمريرات الجميلة. تغيير اللاعب على الرواق. ها هي الكرة العرضية. لو نجحوا في هذه الكرة لتغيرت النتيجة إلى 3-0.
اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف. محمد صلاح. تبدو المباراة منتهية، لكن الجمهور يرغب من الفريق أن يسجل ولو هدف واحد لحفظ ماء الوجه. يحاول لعب كرة بينية غدارة. من سيستلم هذه التمريرة التولية؟ يلعبها بينية أرضية، يوزع الكرة إلى المنطقة العرضية ولكنها ضايعة. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. يلعبوها للأمام. يحاول تمريرها عبر الدفاع. ها هي صافرة النهاية. انتهت المباراة بخسارتهم. حاربوا بقوة حتى النهاية وبذل اللاعبون كل الجهد، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق النتيجة المطلوبة، وكأن الفريق قد غاب عن المباراة اليوم. تلقى هدف مبكر وساءت الأمور كثيرا بعد ذلك، ولا يمكن التشكيك في النتيجة.